راديو جنس حجب العيون toujours plus jeune. راديو جنس حجب العيون toujours plus jeune. الجهاش اسمعها ما تنساهاش. الجهاش الجهاش راديو جنس حجب العيون. اسمك؟ هيدا بعلي. وين تسكني؟ حي سعيد. انت موجودة في المعتمدية اليوم، علاش جيت؟ جيت جابوا عطوك النعاج، عطوها للي عنده السويني وعندهم النعاج، واللي ما عنده حتى شيء قليل ركوها على جنب. يعني انت مقدمة مطلب في النعاج هذوما؟ ايه مقدمة مطلب. وترفض المطلب نتاعك؟ ما عطونيش، وعندي كان البنات وراجل مريض بالعصا. ايوا علاش ما عطوكش؟ ما نعرفش عليهم. ثم اللي عندهم السويني وعندهم 50 نعجة و 60 نعجة عطوهم، واللي ما عندوش حتى يطلعوا معنا ويشوفونا معنا العشاء نقعدوا فيه كل ليله بالسيل والغدا. وانت ليش علاش جيت المعتمدية اليوم؟ شو باش تحكي مع المعتمد؟ جيت باش يعطيني كيفهم هما، عطوهم هما لهذا 3 نعاج، لخلينا 3 نعاج نفرهد بهم بناتي. عندي كل بنات وراجل مريض بالعصا. بيه المعتمد مش موجود اليوم، شو باش تبقى تعمل؟ هانا قاعدين هنا لين يجي، ولا نهار الاثنين، ولا وين يجي، هانا كل يوم نجو لين ايش عمل لنا رب. القليل مرفوض في الدنيا دي، اللي ما عنده حتى شيء. يعطيك الصحة. طبعا احنا كلنا كما نقولوا فيها تحت الصفر، اقسم لك بالله العشاء بالعشاء والغداء نخدم في الزيتون. ها. وقري في 3 بنات. اليوم بطلت الخدمة وجيت المعتمدية. ايه بطلت الخدمة الزيتون وجيت، والدنيا ثلج اليوم، حتى الكهرباء ما جتنيش للتهزم. نهار ما تجيناش الكهرباء، نهار كيما نخدموش، جمعة نهار 3 ما نقوش ما نصف. هابطين السلوم ولاد بوعلاك تعرفهم حي السعاد. مشيت للعمدة قالوا لي عطوها وفرقوها من غير ما في بالينا. قال لي كان جا في بالي نعطيك، أما مشيت فرقوها من غير ما في بالنا. يعني من الناس الروس أعطوها للي سي وسي، أما الطايح من السلوم لوحوه غادي. يضرب اللي عنده ثانية وعنده نعيج وعنده 30 لوحوه غادي، واللي ما عنده حتى قزر، حتى قزر قسم لك بالله كذا يقزر طيشوها على بره.